مع بداية شهر رمضان وجد التونسيون زخما من الأعمال الدرامية والهزلية في القنوات التونسية، حيث على غير العادة انطلقت في عرض 6 مسلسلات إضافة إلى السلسلة الهزلية التي بلغ عددها أكثر من 4. المسلسلات يعني ما بين مسلسلات وسيتكوم. المسلسلات عندك مسلسلات مهمة جدا جدا انتجت هذه السنة، بحسب رأيي أنا في مسلسل متاع مجدي سميري اللي هو يعني القضية يعني 460. القطاع العام اللي هو المرة هذه يدخل يعني المرفق العمومي يدخل بالمايسترو، والمايسترو كموضوع يعني مهم، ثم كذلك يعني كتناول عندك كذلك درنانا يعني باهي، فيه صيغة اللي هي مختلفة عما كان موجود. عندك مسلسل يعني مهم اللي هو نوبة، فهذه كلها يعني باهية، ما عدا بعض الست ما يسمى السيتكومات جمع وانسيل يعني سيتكوم اللي كلها فازات كما يقولوا بالتونسي، كما شو اسمه الهربة يعني تبدأ تخزر، وي أو واحد يضرب واحد جعفر القاسم يضرب مش عارفه والاخر جاوب عليه والى اخره، يعني ما ثمش شيء اللي هو يشدك، وهذا بغض الطرف عن المساله الاخلاقويه. وتباينت اراء التونسيين حول الاعمال الدراميه المعروضه على القنوات التونسيه، بين مستحسن للقضايا المطروحه في بعض المسلسلات وناقد لطرق الطرح التي يروا انها تتنافى مع خصوصيات شهر رمضان وتشجع على الانحلال الاخلاقي. والله فما الباهي وفما الخير، نعطيك بالضبط، فما الباهي وفما الخير، ماهمش كل كلي حاجه. الاخر اولاد مفيد الحق فريمون، عائله تبدا بنتي صغيره وهذا منه وهذا منه وريتها وشفتها والاخرى تقول له بصتها وندري شنو هذيك، هذه تونس هكا، هذه تونس تدي، هما يزيدوا يحلوا لهم في عينيهم، يزيدوا يحلوا لهم في عينيهم، وندري شنو هذا اقتل وهذا اقتل وقتل فلان وقتل فلتين وكذا كذا وهاي زتله وهاي ندري شنو. والله باهين الكل، كل باهي، والله الكل باهي، تفرجوا فيهم وما فلتوا حتى حلقة. والله أحسن واحد عجبني مشاعر بون وليد مفيد، نتفرج فيه حلقة كا مجموعة من المسلسلات طيب، معناها مش معناها في تمس على التونسية وفيها مجموعة أخرى اعتداء على التونسي وعلى قيم من ساعة فما تقع فيها مواضيع يعني تهم المجتمع، فما مواضيع ما عندها حتى موضوع يعني يهم المجتمع. وأثارت الأعمال الدرامية التونسية خلال شهر رمضان جدلا كبيرا في البلاد بسبب احتواء بعضها على مشاهد عنف كثيرة وتقديمها صورة سيئة عن عناصر الأمن.